في النسخة الرابعة امبارح في ختام المنتدى كمان سيادة الرئيس أطلق كعادته كل عام، في مرة أطلقنا عام المرأة، عام الشباب، عام متحدي الإعاقة، بالأمس تم إطلاق 2022 عام المجتمع المدني. ورئيس اتكلم عن مجموعة من المبادئ بتخص احترام مصر لكل الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، اتكلم عن حقوق المواطن، أمن واستقرار الدولة. تعالوا نسمع جزء من كلمة السيد الرئيس وإطلاق 2022 عام المجتمع المدني، ونرجع نسأل ونفهم يعني إيه عام المجتمع المدني، إيه اللي هيحصل، يعني إيه اللي هيتغير. نسمع جزء من كلمة الرئيس ونرجع مرة تانية. وقد كانت مخرجات هذا المنتدى عظيمة على كافة المستويات، وتدفقت الأفكار والرؤى من هنا ومن هناك داخل أروقته، وعلى مدار ساعات النقاش والحوار تبلورت مجموعة من التوصيات التي بناء عليها قررت ما يلي: إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. دايما بنقول أنه أضلاع التنمية الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. عمرنا ما سمعنا أنه مصر بتنكر دور المجتمع المدني، لكن دايما نلاقي أن المجتمع المدني عنده أحلام وعنده طموحات. السنة اللي فاتت المجتمع المدني شارك بقوة، لكن تعالوا نسأل بقى ونشوف إيه اللي يحصل لما يتم هذا التمكين، إيه اللي يحصل لما نقول أننا بنطلق عام المجتمع المدني.